السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. اليوم إن شاء الله احنا في أحد المشاريع الجديدة، عبارة عن فيلا سكنية، وإن شاء الله اليوم احنا راح نبدأ بتركيب السليفات في الطابق الأرضي. مثل ما عم تشوفوا هون عندنا سطح الحديد تقريبا جاهز، وسنقوم إن شاء الله بتركيب السليفات اللي راح تنزل منها بايبات الغاز. وهاي السليفات هي عبارة عن بايبات بلاستيك مثل ما عم تشوفوا بي في سي، يتم إغلاقها من الطرفين وبالطول المعين وتركيبها في المكان اللي احنا بنحدده على المخططات. وهذا المشروع إن شاء الله سنبدأ بعملية تنزيل فيديوهات التصميم لهذا المشروع من الألف إلى الياء، من بدايته إلى نهايته. طبعا هذا المشروع يحتوي على بعض المكيفات سبلت يونت، و 90% من المكيفات سبلت دكت، وأيضا في عندنا ماكينتين باكج يونت. طبعا المسطح ما شاء الله كبير، وعدد المكيفات كبير أيضا، لذلك في حجم عمل كبير في هذا المشروع. إن شاء الله إحنا راح ننزل فيديوهات تصميم التكييف كاملا لهذا المشروع على القناة، وإحنا بدأنا بالخطوة العملية الأولى في هذا المشروع اليوم، واللي هي تركيب السليفات قبل الصب داخل الكونكريت. مثل ما عم تشوفوا هون عندنا يتم تركيب أخذ المقاس المناسب ويتم تركيب السليف في المكان المناسب. طبعا مثل ما عم تشوفوا حسب المكان، هون عندنا المكان سهل، مباشرة يتم تركيب السليف وتنزيله داخل الحديد. ومثل ما راح تشوفوا معنا بعد شوي في أماكن راح يكون تركيب السليف فيها في شيء من الصعوبة، وطبعا الاماكن اللي ما بيكون فيها جسر او بيم، هذا الجسر او البيم اللي عم تشوفوه هون اللي هو على الاطراف الخارجية، بيكون تركيب السليف طبعا سهل لما يكون داخل بدون داخل هاي السلاب اللي شايفينها هون، الحديد اللي شايفينه امامكم. بينما مثل هون عندنا السليف اللي راح نركبه حاليا، في عندنا صعوبة تحت في تركيب هذا السليف وإدخاله ما بين قضبان الحديد اللي شايفينها أمامكم. يتم أخذ المقاس من طرف العمود والبدء بتركيب هذا السليف. طبعا مثل ما حكينا سابقا احنا هاي السليفات لتركيب بايبات الغاز بين الوحدة الداخلية والخارجية. ومثل ما شرحنا في فيديوهات سابقة انه احنا ما بنستخدم الرايزر الا للضرورة القصوى اللي ما بنقدر احنا نركب فيها سليف صاعد. هذا السليف طبعا راح يكون هون بالطابق الارضي، في عندنا طابق اعلى منه اللي هو الطابق الثاني، وبالتالي سيتم تركيب نفس هذا السليف عند نفس النقطة وتكسير الجدار لاحقا وتركيب وصلة ما بين السليف هون في الطابق الأرضي والسليف في الطابق الأول، وبالتالي راح يكون عندنا هذا البايب مستمر من السطح باتجاه الحمام أو المكان اللي راح تركب فيه الفان كويل الوحدة الداخلية، وبالتالي يتم تركيب بايب الغاز مباشرة من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية مباشرة بدون ما يكون نازل من الرايزر، ويتم عملية سحب البايبات أو تطويلها بدون داعي أو بدون ضرورة. أما في حال استعصى أو كان من الصعب إيجاد مكان لتركيب هذا السليف، فاحنا بنستخدم الرايزر في حال كان في رايزر داخل الحمامات. مثل ما عم تشوفوا هون احنا في عندنا، شفتوا الفيد او السليف الاول اللي ركبوه ما كان الحديد في صعوبة، بينما هون مثل ما عم تشوفوا يضطر العامل لفتح الحديد من الاعلى وايضا من الاسفل اسفل الجسر او البيم ليتمكن من تركيب هذا السليف. طبعا عمليات التأسيس من أهم عمليات نجاح العمل، لما يتم عندنا تأسيس هذه الأمور بالنسبة لفتحات
مرور الدكت وأيضا تركيب أماكن السليفات بشكل صحيح. هذا يؤدي إلى عدم وجود أو تقليل نسبة الأخطاء خلال العمل اللاحق. طبعا هون عندنا كامل المشروع تم التنسيق ما بين المقاول وما بيننا إحنا كتكييف وما بين المهندس الاستشاري المشرف أو مصمم هذا المشروع، وتم تلافي كافة الملاحظات. وعندنا هون راح يكون في سلابة كاملة، ما راح يكون في عندنا جسور متعارضة مع مرور الدكتات عندنا في هذا المشروع، وأيضا فتحات مرور دكتات الباكج يونت تم تخصيص فتحة مخصصة لهذا الدكت. بالنسبة للباكج يونت راح يكون عندنا 2 باكج يونت، راح يكون عندنا باكج يونت في المجلس راح يكون تكون نازلة من الطابق الأول العلوي باتجاه الطابق الأرضي، وراح يكون عندنا في صالة دائرية راح يكون في عندنا باكج يونت راح تكون مفتوحة في سلابة الطابق الأول. طبعا إن شاء الله كامل الخطوات. احنا راح نحاول طبعا ننزل الفيديوهات التصميمية ورسم الدكت لهذا المشروع بشكل كامل، ومن ثم إن شاء الله كل خطوات العمل التنفيذية راح يتم تصويرها. طبعا هون احنا تقريبا انتهينا من الستيب الأول. في عندنا هون احنا في مستويين لهذا البناء، تم تركيب هاي السليفات اللي شايفينها أمامكم وتثبيتها مع الحديد، وهي جاهزة إن شاء الله لعمليات الصب. يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام.